غوركوف فاز في أول لقاء له وفي إثيوبيا، وتفادى ما وقعت فيه نسور نيجيريا وأسود الكاميرون وحصيلته في كان 2005 بعدد المباريات الرسمية. كريستيان قاد المنتخب في 21 مباراة فاز فيها في 14 مرة وانهزم في 5، بينما تعادل في 3. هجوم المنتخب كان ناريا بفضل فلسفته وأفكاره، حيث سجل 50 هدفا منها سباعيتين ضد تنزانيا وإثيوبيا. ولكن نقطة الضعف كانت الدفاع الذي تلقى 21 هدفا، ويبرر ذلك باعتزال بوغرا وتراجع مستوى حليش وقلة خبرة الخيارات. غوركيف المدرب الشهير في المدرسة الفرنسية وفي أول تجربة له كناخب وطني وأين في الجزائر، بالضغط الكبير والإعلام الذي تعكرت معه العلاقة، فلا هو أحب الإعلام وتقبل نقده، ولا الإعلام الجزائري أحبه وتقبله. صحيح أن إصراره على تطبيق فلسفته وخطة 4-4-2 وبنمطية أضرته كثيرا، غير أن الجميع تحرر معه، والمنتخب أصبح يلعب وفق منظومة متجانسة وبفرضية رائعة. فسليماني واصل التألق، وإبراهيمي يلعب أكثر، وفيغولي دائما القائد، ومحرز النجم الأول. ولكن تغييره لمنصب مجاني وتغيير النهج التكتيكي ناقض نفسه، ولكن بنجاح باهر. ما يعاب أيضا عليه هو عدم تدوير التشكيل، ففي اللقاء الأخير كان من المنتظر إراحة محرز وإبراهيمي، غير أنه يقرأ الخصوم جيدا ويحضر لمبارياته بمنهجية البروفيسور الذي درس زيدان ونجوما كبار. وكذلك بقاؤه المستمر في فرنسا وهو ما غذى الإشاعات، وحتى حديثه المستمر عن الرحيل دون تقديم الاستقالة صريحا وملموسا وبمبررات غير مقنعة، وهو ما أدخله في خلاف غير معلن مع روروا. بين الكثير من مزاياه وسلبياته قد نتيه، ولكن السؤال الأهم، أي ذكي هذا الذي يغادر قيادة منتخب يضم سليماني، محرز، إبراهيمي، فيغولي وغلام، وثلاثة أسماء من خريجي مدرسة نادي ليون الشهيرة، ومنتخب بمعدل سني واعد ومركز تحضير من المستوى العالي، ومنتخب أيضا دون نسيان ذلك متأهل إلى الكان، وأمام فرصة التواجد بقوة في مونديال روسيا وجمهور استثنائي واتحادية محترفة. غوركوف لمح بقول لا مقام له بيننا، وطلب من رئيس الفاف البحث عن مدرب، ولكن لا شيء رسمي على مكتب الحاج، والاجتماع المقبل بين الرجلين وجها لوجه سيحدد كل شيء. ولكن إذا رحل فالأهم هم نجوم المنتخب وجمهوره الوفي والاتحادية التي تضاهي بتسييرها المحترف كبار الأندية العالمية.